ايوه يا جدعان، النهارده جايب لكم كفته جديد، كفته اسمه سوسيس. ده الكيس ب5 جنيه، وطعم السجق الشرقي ده الشكل بتاعه، والطعم شطه الفراوله. انا مش عارف ايه شطه الفراوله دوت. المنتج ده شركه مصريه 100% تبع كفر الزيات، اسمها القادسيه للصناعات الغذائيه. الكيس ده انا جايب الواحد ب5 جنيه، على الكيسين دول ب10 جنيه. نفتح مع بعض وندوق سوسيس. هو شكله شبه السوسيس فعلا. بصوا يا جماعة، أنا على البحر والجو ايه ساقع بحر، ريحته حلوة. ده الشكل يا جماعة. طب والله طعمه حلو. الشمس عادي، طعم السجق مش باين قوي، بس هو مشكشر سنه. حبيت اديله تقييم، اديله تقييم 7 من 10. ماشي، ندوق الطعم التاني اللي هو شطه بالفراوله. مش عارف ازاي شطه راكبه على الفراوله. يا جماعه، من كتر الصعيه الموبايل قاعد يرقص. حراقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مفيش طعم فراولة خالص، بس هو طعم شطشط شوية. بس الحق الطعم ده هيجيبنا أكتر من السجق. لو حبيت هديله تقييم هديله 7.5 من 10. بس الله كل الشراكة يا جدعان. سلام.